فوضيه تريد تثبت مصداقيتها وتكون على قدر المسؤوليه وتبعد كل هاي الشبهات. انا هسه مسجل لك اياها، مسجل انا جايب لك 3600 محطه 3600 محطه ليش اخفيت؟ ليش اعلنت بعد ذلك قالوا عندنا ترى 3000 ونطلع 12000؟ هذا ما جاي يسولف محطه ومحطتين، جاي يسولف عن الاف. زين ليش نسبه معدل التصويت اللي اعلن يختلف عن الواقع؟ هذا مو شيء انا جايبه من جيبي، هذا اعلن اعلن بوثائق. طيب احنا اليوم نشوف مئات المحطات بها اصوات باطله تصل الى 20%، هذا مو صحيحه. طيب عندنا اليوم مثلا موضوع البطاقات المفقوده، جاوبني عليها وين راحت 1,600,000؟ بيها تحقيق انا جاي اقول لك تابعته ويمك انا صرحت به العام العام او قبل سنه ونصف، قلت لك اكو بطاقات باقت من المفوضيه. وين صار البطاقه؟ مو بطاقات بيومتريه تمام ام الصوره، لا البطاقات العاديه اللي ممكن اي واحد يستخدمها. تفهمني ولا تقول لي كذا اي واحد التزوير الجنسيه ابسط منه ماكو يعني. فوين راحت 1,600,000 بطاقة؟ شلون استخدمت؟ إذن أكو شبهة واضحة، أكو خلل واضح جدا ما يحتاج إلى لبس. المطلوب من المفوضية وهو موقفنا أنه تلجأ للطرق القانونية السليمة بإجراء عد وفرز يدوي لكل المحطات. لكل المحطات. هذه مسألة مستقبل الدولة العراقية. ممكن إحنا ما نريد فتنة، ما نريد مشكلة. ليش نتحدث عن فتنة بمقابل نتائج؟ جاي تسمع الأصوات اللي جاي يسولف. تجربة ديمقراطية فائز وخاسر. ليش ما تحترم عقلي أنت؟ أنا جاي أقول لك 3600 محطة ما أعلن عنها. هي اللي اللي ذكرته قبل قليل. خيارات القانونية لا والدستورية. هي أفهم. وجاي أقول لك أنا 3600. جاي أقول لك 3600 محطة ما أعلنت نتائجها. 12,000 محطة ما أعلنت نتائجها. 1,600 بطاقة مفقودة. هذه المفوضية تقول المشاركة 9,000,000 تعد الأصوات بالش اسمه يطلع 7,000,000. هذه إشكاليات واضحة ولا مو واضحة؟ واضحه وعلي احنا شري نيمها نريد منهم ابويا يسوي لنا عاد وش اسمه وفرز يده. يعني موقفكم نفس موقف الاطار التنسيق. لا هذا موقفنا. جاي نقول لا احنا نحترم القانون، نحترم المؤسسات الدستوريه وحريصين كل الحرص على مستقبل شعبنا وعلى مستقبل وطننا. البعيدين ما لي دخل بالبيان اللي صدر، ما يمثل موقف النهج. اسمح لي جاي اقول ما يمثل موقفنا الشخصي. موقفنا الشخصي انه نلجا الى عد وفرز يدوي. هذا موقف الكل. اسمح لي عدوا وانت لا تدفع شات الاخرين، هم لا تحطهم مرة ظهرك. يعني الاخرين تشيلهم عراقيين. لا انا اسال عن موقفكم. اسمح لي مو صحيح. لا انا مو هذا الاهمال. اسمح لي مع احترامي لك، هذا الاهمال لمتبنيات الاخرين ولافكارهم وصلنا المشكله. وبالاخير شنو نقول احنا؟ يعني اهمال ايش؟ اهمال لاصواتهم، اصواتهم اللي جاي تنادي انه اكو عمليه تزوير. من يهمل الاصوات؟ لا اعطل الحياه الدستوريه والحياه القانونيه في الدوله العراقيه على اسبوع زمان. اسبوع زمان ممكن يصير عد وفرز يدوي وتنتهي السالفه.